قاعد الدايم يا نايم وحد الدايم قوموا على سحوركم جاي النبي يزوركم قوموا على سحوركم جاي النبي يزوركم يا ابو عدنان وحد الدايم يا ابو مصطفى يا ام زهير قوموا على سحوركم جاي النبي يزوركم يا نايم وحد الدايم اشوش نط نط من الشباك ما تخاف شو راح الطبال راح بس ما عم بخلينا نعرف نسرق وطي صوتك وين التيارة الورق اللي سرقناها من البيت زتت لك اياها علقت على شاشة الرمان جيبها سرعة يا الله ملا الوان هيدي التيارة احلى من طيارات النايلون اللي عم نبيعها لك الله شو عم نسرق هاتا علقانة شدها ما عم تطلع شد اكثر سرعة علي دولة بالطيارة على شجرة بجيبه؟ تركه تركه الحقني قلت قلت كبشوني كبشوني قلت تعا خلصني خلصني كبشوني قلت تعا خلصني هيتا هيتا لو انا اخدها لو انا اخدها لو انا رايح لو انا رايح وتركني شو؟ رجع الطبال انا بفرجيه امي امي سرقوا لي طيارتي طيارة الورقة اللي عملتها بيدي مين مين اللي سرقها ما بعرف شو رجع صح الناس من نومن نيم يا نايم وحد الدايم شوش تعال هون شوفي انت لقيله على المفرق لازم نخطفه للطبال قرب قرب ولا اقول لك روح من هونيك لقيله من هونيك وانت تعال هون لازم نكمشي للطبال ليلي ليلته روح له من هون يا ابو عدنان وحد الدايم يا ابو مصطفى يا ام زهير هشام خطفته خطفته البحر. ايه وينك يا ابو احمد بعدني بتذكر كيف خطفوك رزق الله رزق الله يا ابو احمد ما عدنا سمعنا صوتك الحلو من زمان اختفى ابو احمد واختفى صوته معه وما حدا عرف وين صار ومن وقتها تغيرت المدينه وتغيروا الناس فيها كل واحد راح بطريق ما عاد حدا يسأل عن حدا البيوت الصغيرة صارت بنايات والحديقة الحلوة صارت كراج للسيارات وطيارات الورق الملونة المشغولة والمرسومة بإيدان الأولاد الصغار صارت طيارات من نايلون وبيشتروها خاصة من التكاكين ما بقى من هالمدينة القديمة إلا هالحيط وهالشجرة وهالشباك Thank you.
بهالمكان بعيش ولد صغير اسمه وليد. وليد كل يوم عشية بيجي حامل عدة الشغل يلي هي فرشاية وصباغ من كل الألوان، ألوان بلمع فيها صبابيت الناس. وحد هالحيات بالليل كان يقعد يتطلع بالسماء ويسرد بنجوم البعيدة ويحلم. عند الصبح قبل ما ينزل وليد على الشغل كان ولاد الحي يجوا لعنده ليلعبوا معه، بس هو ما كان يقدر، كان لازم ينزل على الشغل. بيوم اجوا ومعهم طيارات من نايلون. هالطيارة ما عم بتطير وأنا بتطير شوي وبتوقع. ليش؟ مع انه بعدها جديدة. يوم اشتريتها طلعتها من علبتها. طيري يا طيارة، طيري طيري. شوفوا شوفوا. كنت صغير ايده صنعها وكان صغير كان
سنه ورق وشويه قصب وبكر وخيطة. احكي احكي يا شيخ البحر وين صارت اللي صار؟ سرقوها وراحوا. سرقوها؟ كيف ومين؟ من زمان وزمان. ايه؟ اجا بالليل عصابة. عصابة؟ ايه، عصابة وطويط. وطويط؟ وصاروا يسرحوا ويمرحوا وكانوا ملمعين. ملمعين؟ بعدين شو صار؟ فاتوا عبيتنا وسرقوا طيارتي. وانت شو عملت؟ أنا وقتها صرخت. وبعدين؟ بعدين يا شيخ البحر شو صار؟ احكيلنا احكيلنا يا شيخ البحر. لما سمعوا الصوت نطوا من الشباك. شو؟ وهني هربانين علقت الطيارة بشجرة الرمان. بشجرة الرمان بشجرة الرمان. وصاروا يشدوا يشدوا بالطيارة. مش هيدي الغنية. لما سمعوا الصوت نطوا من الشباك هنوا وهربانين علقت الطيارة بشجرة الرمان. بشجرة الرمان بشجرة الرمان. صاروا يشدوا شدوا بالطيارة. الحلق علق. الحلق علق؟ ايه علق بالاغصان. وحده اللي بقي وبعده عندي من زمان من طيارتي الورق. علمنا يا شيخ البحر كيف نعمل طيارة. فينا نعمل طيارة؟ معلوم. انتوا اللي فيكن جيبوا الورق من تفاتركن ورسموا ولونه. جيبوا الورق جيبوا الورق. يلا جيبوا الورق. قصب قصب بدنا قصب. وين القصب؟ هيدي قصبة من عندي. عصبي وحده وبتكفي؟ تكفي أول طيارة. يلا طيارة. طيري طيري. فكوا الخيطان فكوها خلوا الطيارة طارت عليك بالعالي. قلبي صار ما هيطير. طارت عليك بالعالي. قلبي صار ما thank you.
وركضوا الاولاد ورا الطياره. الطياره تطير والولاد تركض وتركض وراها بين البنايات بالطرقات بين السيارات. السيارات تزمر والطياره تبعد وتبعد حتى وصلت فوق البحر. وقفوا الولاد حيرانين شو بدهم يعملوا. وليد وقف على صخره كبيره بده ينط بقلب المي. رفقاته صاروا يزرخوا اوعى تنط يا وليد الموج عالي البحر ما له امان. ونط وليد بقلب المي. ارجع يا وليد ارجع ارجع. وليد ما سمع كلمة رفقاته وضل يسبح ويسبح وعيونه لفوق على الطيارة. والطيارة تبعد وتبعد. وليد صار بنص البحر. وين اختفت؟ اطلع لفوق شايف غيوم سودة عم تتجمع. وفجأة هبت عاصفة قوية وارتفع الموج أعلى وأعلى وصار وليد يغالب المي. آه بس الموج كان أقوى وكان وليد رح يغرق. لكن فجأة شايف لوحة طايفة على وجه المي. اللوحة حملت وليد وضلت حاملته وضلت حاملته حتى وصلوا على الشط بأمان. وليد ما ترك اللوحة على الشط، جابها معه وحطها مطرح ما بينام. ولاد الحي عرفوا انه وليد رجع بالسلامة واجوا من كل مطرح يهنوا ويغنوا له. إلا وليد ضل وحده مع هاللوحة. ومن يومها صارت عزيزة على قلبه. كل يوم عشية بيرجع من شغله وبيحكي معها وبيخبرها شو صار معه بهاليوم. وبالليل كان يسمع أصوات وأنغام حلوة جاي من قلب اللوحة. من شان هيك كان ينام نوم حلو ولذيذ.
عند الصبح كان وليد يسرح بشوارع المدينة. لما بيسرح كانت تيجي على هالمكان عصفورة ترفرف بجوانحها الصغيرة. بيوم اجوا رفقات العصافير وراها ليستقبلوا معها نور الصباح. سيكون يلا وين راحوا؟ وينهم؟ راحوا من هون، أنا شفتهم. شو هالخشبة؟ بتذكرني بشي؟ بس بشو؟ بشو؟ أشوش؟ وينه؟ وين راح؟ أشوش؟ أشوش وينه؟ هداك اليوم طلت العصفورة من ورا طربوش اللوحة وحطت على كتافها شال مصنوع من خيوط الذهب. لولاك كان مسكني
شكرا لانك خلصتنا. عشية رجع وليد من الشغل وشاف الشال عم بيلمع على كتاف اللوحة. يا الله شو حلو الشال من خيوط الذهب. انا كنت حاسس بس مين حطه؟ اخ يا جنح مين هاي؟ ساعدني. مين عمل فيك هيك؟ يومها اخذ وليد من عندي قصبة صغيرة وربط فيها جانح العصفورة وضل حدها اكثر من 3 ايام ليل ونهار حتى صحت ورجعت ترفرف بجوانحها مثل ما كانت. وحكيت العصفورة قصتها مع اللوحة لوليد وحكي وليد قصته مع اللوحة للعصفورة. طارت العصفورة فوق البحر تفكر بقصة وليد وقعد وليد يفكر بقصة العصفورة حتى نعس ونام. بنص الليل اجت العصفورة حاملة خيط ملون واجوا رفقاتها حاملين خيوط من كل الألوان حطوها على اللوحة وطاروا. وعند الصبح فاق وليد وشاف اللوحة. وقعد وليد تحت اللوحة يفكر شو لازم يعمل شو لازم يعمل. وفجأة حس بنقطة مي نزلت على وجهه طلع لفوق شاف اللوحة عم تبكي. عم تبكي؟ ليش؟ صحيح أنا ما عندي تياب جديدة بس أنا عند البحر بصح بتصيد فيه عند السما ونجوم رفقاتي والعصفورة وشيخ البحر وعندي انت. لما الشمس تغيب توعدني
بتزيد وردة بتفتح بربيع جديد بتفتح بربيع جديد أحلى وأحلى وأحلى كل ما دبلت وردة بتفتح بربيع جديد بتفتح بربيع جديد أحلى وأحلى وأحلى ليجيب تياب العيد ومن وقتها ما رجع مرت الايام وهجم البرد وطارت العصافير على بلاد جديده تفتش عن الدفا الا العصفوره ضلت وحدها ترفرف حد اللوحه تنطر وليد ونطرت يوم ورا يوم بس وليد ما رجع رفقاتي كلهم راحوا حتى وليد تركني وراح البرد أقوى مني ما عاد فيني أنطر أكتر بخاطرك ما تتركيني وحدي ضلك معي ما تروحي مين انت وليد قال لي انه رح تحكي بس كيف اسمعي بكرة العيد وليد ما عنده تياب جديدة بعرف مشان هيك ما رجيا خدي شال الذهب عن كتفي شال الذهب بس ما عندك غيره قربي قربي خديه واعطيه لابو عدنان الخياط خليه خيطه قميص لوليد وبعدين طيري فوق المدينه وفتشي عن وليد وطارت العصفورة تفتش عن وليد غمض عين وفتح عين ووصلت العصفورة على بيت أبو عدنان الخياط تركت شال الذهب على شباكه وطارت فوق المدينة
ورميت ريشي من ريشاتها حتى يعرف وليد انه عم بتفتش عليه. وضلت العصفورة طائرة، وكل ما وصلت على شارع جديد كانت ترمي ريشي من جسمها. فتشت عن وليد بكل المطارع بس ما كانت تلاقيه. بهالوقت كانت الوطاويت عم تسرح وتمرح بكل المدينة حتى وصلوا لحد هالحيط والشباك. كما اشترك عملت لك شيء والله عملت لك شيء ما اشترك عملت شيء عملت شيء عم تسرق لحالك وما عم بتقلي ما سرقت لك شيء شو جيبك مليانة قوتك مليانة بألعاب الولاد كل شيء عم بسرقك عم ترجع تسرق لي اياه انا عم بسرق الناس بس وعامل علي اشوش كمان وبتسرقني مين هيدا تذكرت هيدا الطبال اهلنا الوطويد من زمان زمان زتوه بالبحر كيف رجع ما بعرف كيف بتعرف ما بعرف سأله سأله احسن شيء اخدوا عند ملك الوطويد ملكنا هو بيعرف شو لازم يعمل فيه بس شايفه شو كبير كيف ما نحمله بسيطه رفقاتنا الوطويد بيساعدونا وطويت وطويت المدينة طفوا وخلوها بلا عنوان اسرحوا ومرحوا وما تخلوا حدا صحيان ناموا 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 نحن الوطوية يا سلام ويا سلام لما المدينة بتنام فوق الحيط القلب البيت نسرق ونغني يا عين يا سلام ويا سلام لما المدينة بتنام من شباك تفوا وخلوها بلا عنوان هو حدا يفكر نحن مفكر عنكم ناموا 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 نحن الوطوية يا سلام ويا سلام لما المدينة بتنام فوق الحيط القلب البيت نسرق ونغني يا عين يا سلام ويا سلام لما المدينة بتنام من شباك سرقوا اللوحة ووليد بعده ما رجع وبعض العصفورة عم تفتش عنه رميت كل ريشاتها ما بقى على جسمها إلا شوية ريش وحسيت ببرد برد قوي قوي كتير رجعت العصفورة تعبانة برداني مريضة وتمددت مطرح ما كانت اللوحة
بلا حركة. راحت كيف؟ أخدوها الوطويت. شو؟ خلص خلصت قصتنا وصار لازم نروح على البيت. لا ما خلصت القصة وهلا بلشت، ما راح تخلص إلا ما خلص الطبال. بدنا نخلصه يلي سرقوه عصابة، عصابة كبيرة ونحن مش قدها، عصابة وطويت ملونين ما بتعرف كيف ومنين بيجوا، من برا وجوا من وين مكان. كيف بدك نخلصه كيف؟ ما بعرف بس لازم نخلصه هلأ قبل بكرة. أنا رايح فتش عنه. وليد على مهلك، ما راح أتركك تفتش وحدك، أنا رايح معك. يلا على مهلكم، خذوني معكم. افتحوا باب المغارة. وليد وين رايح؟ انتبه رح توقع. اوقف فوت بدي فوت. صوت ولد، صوت بنت. ولد. طيب ولد من وين جاي؟ جاي من فوق. فوق تحتك فوق، يمينك شمالك تحتك فوق. وليد وينك؟ فات على الغارة. شو؟ قلتلك منو اطواط وما عنده قنطين. مين؟ مين عم يحكي؟ انت مين؟ انا وليد. ما شايفكن وينكن؟ بركب له قنطين ليشوف. عظمي كثير وانا ما بحب العظمي ابدا. ضو ضو ضو. شو؟ ايه ليش تعبين بالعظمي؟ حتى نشوفك منيح. مش ضروري تفهم. بركب له قنطين ليفهم. حياتكم ما بفهم بالضبط. انت مين؟ ما عندنا وقت نضيعه معه، تاخرنا. محكمه. ما في فايده بحق معكم، لازم اطلع من هون. بدي اشوف السما والنور ورفقاتي العصفوره شغل بحر. بس وين الطريق؟ بدي الطريق. دلوني على الطريق. انت الطريق. دلوني على الطريق. وين ما رحت وين ما جيت طريقنا طريقك. طريق العتمة ما عم شوف. ومش بس هيك وبتخافوا منه كمان.
بس الملك الوطويل ملكنا محكمة. طبال المدينة محكمة. نحن اجتمعنا ها هنا بأمر من ملك الوطاوي. يحيى الملك. يعيش 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 يعيش. اجتمعنا كي نحاكم هذا الطبال، والتهمة ازعاج وتعدي. انه يصحي الناس من نومهم، يسمعون صوته فيتجمعون في الساحات والبيوت. نعم، نحن نفرقهم وهو يجمعهم على صوته. إنه يتحدانا ويجب محاكمتي حالا. بابا شايف الطبلة شو حلوة؟ جيب لي مثلها. جيبوا له طبلة. أيها الملك العظيم، طبلة؟ الطبلة ضد قانون الوطوي. جيبوا له طبلة. ولكن يا سيد القانون يقول ممنوع. أنا القانون. جيبوا له طبلة. حاضر. هو القانون. سيدي، تواجهنا مشكلة. تكلم، ما هي؟ كيف نحاكم لوحة من الخشب؟ سيدي، أيقصد أننا لا نستطيع أن نحاكمه؟ تابع تابع. أخشى أننا لو حكمناه سنبدو كالأغبياء. أيها الغبي، لو أن هذا الطبال طرق على طبلته طرقة واحدة لانتهينا جميعا. لن يطرق على طبلته، إنه من الخشب. خشب. افترض إنه طبال. لن يطبل. قاضي غبي. خائن. خذوه، احبسوه. القانون قانون، القانون قانون، القانون قانون، القانون قانون، القانون قانون. قاضي غبي. غبي. والآن ماذا تقترحون بشأن هذا الطبال؟ نكسره ونجعل منه حطبا. نولعه. نتدفى بناره. عظيم، رائع رائع. لا لا، خافوا أن نحترق بناره. لا، النار لا تنفع. النار لا تنفع. لا، خذوه حطوه بالقفص. أما الآن ادفنوه في أعماق الأرض. هذه نهاية كل متآمل. أمسكناه على باب المغارة. وماذا كان يفعل؟ كان يتجسس علينا. يعني جاسوس. وكان يحمل معه هذا الضوء. ضوء؟ نعم ضوء. لا تخافوا لا تخافوا، إنه مكسور. هل أنت متأكد إنه مكسور؟ نعم. انظر من هنا. لا لا أريد أن أنظر. ارمي بعيدا بعيدا من هنا. اهدأ اهدأ، الى
أماكنكم، لا تخافوا، إنه ضوء مكسور. إلى أماكنكم، لا داعي للقلق، إنه مكسور ليس إلا. لا داعي للرعب، لا داعي، لا تخاف. والآن ماذا نفعل بهذا الشيء الذي يسمى بالجاسوس؟ ندفنه مع الطبال. مين؟ أبو أحمد أن؟ أبو أحمد؟ يا خذوه، زدتوه بالبحر. حضريك امشوا، امشوا، حضريك امشوا. بعد العذران عليه، مشوا، مشوا، مشوا. شو بعدك ثابتين؟ زدتوا بالبحر. شو صار؟ أين الطبيب؟ أنا ما لي خصة. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أنت 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 جيبوا القاضي الخبي ليشوفنا عم يطبل. جيبوا لنا عم يطبل. شوفنا نعمل. عدل يعمل شيء. عدل يسوي شيء. عدل يوقفه. عم يطبل تهنا. عدل يعمل شيء. لا. وعدل يروح. وين رايحين؟ عدل يعمل شيء. عم يطلع. لا. لا. سلام على طفل الندى لما بدا دان الضياء. يا طفلنا غني لنا لحن الغد لحن الحياة. من أحلامكن جيت لشوفكن وأطمن عنكن كيفكن. أنا هلأ رايح لمدينة تاني، في ولاد وعصافير مثلكن عبيحلموا فيي. رايح شوفكن بخاطركن، ما تنسوني.
Thank you.